كتعطينا ديما ورقه تعريفيه على الفوندون، تعطينا التاريخ ديال الحاجه من بدات الاصل ديالها، شكون اللي اخترعها فوندون، شكون اللي اختاروا لي فرونسي لي فرونس. دونك كيما في اطار ديما الدروس ديال سلسله العجائن السائله، دونك درس جديد هو الفوندون شوكولا. دونك هذا محبوب ديال الناس في العالم كله، كم صغار والكبار وجميع الاعمار. دونك هذا واحد الاختراع فرنسي 100%. دونك بقى حافظ على ذاك سميتو ذاك الشكل ديالو والقدر ديالو الكلاسيكي ملي كنبدا ملي كيبدا. دابا ولاو دابا كيطوروا من لي فوندون شوكولا بنكهات مختلفة، كون دولة وكتحط عليها النكهة ديالها الخاصة. اليوم حنا غنديروا جوج ورقات تقنية، غنديروا الكلاسيك وغنديروا واحد بالطريقة المغربية بنكهة مغربية. زوينه هذه النكهه المغربيه، شنو دخلتي فيها النكهه؟ ما نقولش نكهه مغربيه، مي بليتو نكهه مغاربيه. مغاربيه حيت انا هذا الكومبوزون اللي غادي تزاد هو قاسم مشترك ما بين فكروا فيه مسامياتي مشاهدينا وتبعوا لنا يمكن على صفحتنا في الفيسبوك. ربما القاسم مشترك بينه وبين توانسه ياك فوالا. فكروا فيه وعطيونا الاجوبه على صفحتنا على الفيسبوك، ولا صدقتوا وعطيتونا الاجابه صحيحه نقول لكم برافو عليك. تبارك الله، راه يكونوا يعرفوا ياك انا عارفه تبارك الله المسميات المنصره بين عندهم واحد الحس فني خطير. يلا شوف ناخذوا فكره على الفوندون شوكولا، تفضل كورقه تعريفيه عطينا فكره ديالها والمقادير ديالها الاساسيه شنو هما. دونك الفوندون شوكولا هو في الحقيقه واحد الكاطو اللي كتكون في واحد النسبه قويه من الشوكولا ونسبه قويه من السكر، ولكن نسبه قليله جدا من الدقيق. علاش كيفاش طحين بزاف؟ ما فيهاش طحين بزاف هذا ما نديرو فيه. وهذا بحيث لا كان باش نستطعموا المذاق ديال الشوكولا. لا ماشي باش الفوندون، ملي كنسمع الفوندون دائما كيدوب يعني اون فوا كتقطع الداخل ديال الفوندون شوكولا كيبان لك ذاك الكور فوندون. دونك فوالا كيخرج داك كيخرج داك القلب، القلب غادي دايب دايب. دونك فوالا هذاك هو اللي يسمى الفوندون، جات السميه ديال فوندون شوكولا هو ذاك الشوكولا الذائبه. يعني ها هي كتطلع في الفران، كطيب في الفران، اون فوا كتحطها في لاسيت ديالك تضرب كتهز تقطعها بلا كويير بالمعلقه وكيخرج داك القلب كيسيح بحال شنقول لك نقدر نشرحوا بواحد اللافا ديال البركان خارجه بحال كاكس هذاك الشيء اللي كنا، ولكن ماشي لافا من الحمام البركانيه ولكن من المذاق الشوكولاتي. هذا فوالا اكيد اللي كيعشق الشوكولاتي هو كاطو فرنسي 100% والعالم كله كيطبقوا، العالم كله كيعشقوا. هو الا مشيتي لشي ريستورون فاخر في المغرب ولا خارج المغرب في لاكارت ديال المينو ضروري ما غتلقى الفوندون شوكولا. هذه عينك على الاسم ديالو ضروري كديسير رئيسي ومطلوب، وكاع لي ريستورون لي زوتيل ما كيحيدوش، دونك كيبقى ان كلاسيك اللي مامور يموت. هو كيتخاد دو ديسير اكثر من ما يتخاد مثلا في كوتي، ولا يتخاد شي وقت معين في النهار. هو تقدر تاخذ وقت ما بغيتي، الا كنتي ناقصك شويه بغيتي شويه ديال الانرجي وباش تفيق شويه دونك تاخذه. هو كيتكال يا برد كيتكال يا ساخن، هي فوا تخرجوا من فرنسا تقدر تكونسومي ماشي مشكل. شنو ناخذوا ورقه تقنيه شفت؟ ناخذوا الورقه التقنيه الاولى، لا حيت غنعطوا جوج ديال الوصفات، ونعطوا ورقه تقنيه اللي معروفة داكوغ، ونعطوا الورقة التقنية اللي غندخلوا فيها هذه المادة هذه. دونك الورقة التقنية الأولى غادي نديروا أن فوندون شوكولا نورمال. دونك عندنا 250 غرام ديال الشوكولا نوار يكون فيه نسبة ديال الكاكاو 72%. داكوغ، وعندنا 4 ديال البيضات، و 150 غرام ديال السكر، و 100 غرام ديال الزبدة، و 70 غرام ديال الدقيق. و 70 غرام 250 غرام ديال الشوكولا الاسود يكون 72% ديال نسبه الكاكاو، و4 ديال البيضات، و150 غرام ديال السكر، و100 غرام ديال الزبده، و70 غرام ديال الدقيق. دونك الكلفات تقريبا كطيح بواحد 30 درهم تقريبا. 30 درهم هاد الوصفه تقدر طيح لنا ب 30 درهم. يلا لا بغيتو تحضروا الفوندون شوكولا ب 30 درهم. 30 درهم على حسب النوعيه ديال الشوكولا اللي اختاريتو. دونك الثمن راه حسب السوق راه كيكون ما بين طالع ومتوسط وناقص. صعيبه في التحضير ديالها؟ كيتزنى شويه ديال لا لا هو ما في التحضير ساهل. كيبقى خاص لا فيجيلونس، خاص تكون واحد شنو نشرح لك نقول لك واحد البداهه جو بونس لا سميتو الغفلكس في الفران، يعني غير تفوت الوقت ديالها صافي خسرتيها. دونك خاص
تحضي الفران ديالك ما تفوتش واحد القياس ديال الطياب حيت الا فاتت القياس ديال الطياب باش كيطرى داك لافاغين منك 70 غرام اللي تحطم كتشرب داك الشوكولا كيما كيبقاش عندك القلب اللي كيدوب وسر نجاحه ويكون داك القليب لداخل المكان مشموم بسكين كيدوب ما عندناش لا لوفيغ شيميك اللي واعره ما عندنا حتى شي حاجه يعني عندنا غير 70 غرام ديال الدقيق حتى الناس اللي عندهم حساسيه من الجلوتين عاودوها بدقيق ديال المايس ماي هذاك النشا ديروا النشا شتي شحال ديال المتابعات وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك وأيضاً على الواتساب تبعتوا لي مساجات يقول لي سمية احنا مركزين بغينا تكون عندنا الصورة هاد البديهة باش نعرفوا كيفاش ننجحوا فوندون شوكولا تفضل سير عندك كلمة عندك غادي نبداو بعدا في طريقة التحضير وندخلوا للمهم هو في الطريقة ديال الطهي يعني الطريقة ديال الطهي هي اللي كتحكم في النجاح أو الفشل ديال الفوندون شوكولا أما طريقة التحضير فهي جد سهلة ما معقداش دونك طريقة التحضير كناخذوا الزبدة 100 غرام ديال الزبده فواحد الكاسخول كنشعلوا ليه حتى كتذوب الذوب مزيان كنلوحوا فيها الشوكولا ديالنا الشوكولا ديالنا الا كان اون باسي مزيان ما كانش كناخذوا هذا كنحاولوا اون طابيط كنحاولوا نقطعوا بطرف صغار باش يسهل علينا نذوبوا الافضل ناخذوا داك النوعيه اللي بحال صديفات ولا بحال تيكون صغير دروبس نوعي دروبس فوالا حبيبات ولا شكل اللي بغيتي دونك كندوبو الزبده وكندوبو مع الشوكولا حتى كيذوب بلا سباتيول كنحركو بلا سباتيول حتى كيذوب كليا الزبده وكينسجم العناصر كناخذو الباتور ديالنا الكتريك ولا الفويبي ديالنا ما كاين حتى مشكل كنطلعو ربعه البيضات مع السكر سنيده مزيان خصو نطلعو مزيان حتى يرغويو سهلا ملي كيرغوي كناخذو داك الخليط اللي في الكاسرون ديالنا كنكبو على داك البيض وكنحاولوا باش تكون عندنا واحد لاموس كحله زوينه هذيك ابخي كنزيدوا عليها الدقيق ديالنا 70 غرام ديال الدقيق ونحركوا بشويه حتى الدقيق كينسجم مع الخليط ديال الشوكولا والزبده والبيض وكل شيء هذه خصها تكون شويه خفيفه هاد العمليه هذه لا شويه يتبناش البيض مع ديك السخونه لا 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 اون فوا كتخرج حيت الاصناف كيذوب الزبده راك لاشالو غير 50 درجه اصلا راك 50 درجه تدوز فيها تذوب فيها الزبده ويذوب فيها ما تخافوش ما تخافش ما تمشي تحطوش كي الطبخ اون فوا تذوب الزبده ولا الشوكولا ما تخافش على المبتدئات غير زعما حتى الناس انا ما كنبغيش كنبغي كلشي يكون بيو فهمتوني الا ما بغيتوش الا عندكم ميكرو اوند حطوا كلشي في ميكرو اوند فوالا ويدوب دونك فوالا هادشي اللي كاين صافي كتزيدوا لافارين ديالكم هانتوما عندكم الخليط واجد دونك هنا كيبقى العمليه المهمه هي لو غامكان سيكون غامكان من الطين من الطين ولا السيراميك من الاحسن ما عندكمش تقدروا كاينين دوك لي جوطابل كيكونوا من واحد الالومنيوم غذائي جوطابل كيتباعوا دير لهم واحد بتيت كيسات من بابي سولفيريزي كتحطهم الوسط كتكبوا الخليط جوج معالق ثلاث معالق بحال على حساب الكونتيتي اللي بغيتهم فوالا في لي غامكان كتسفوهم الفران ديجا سخون سخن الفران ديالكم ديما على 180 درجه ما كيحتاج لا روبو لا حتى شي حاجه ديريكتومون الفران حيت ما فيه لا خمير غيخمر ولا والو راه عند اصلا غير هذاك لافارين اللي درتو طيب شويه صافي ومن غير تخرجوا تاكلوا هكاك وداك البيض تا هو اللي درنا فيه طيب صافي خاص غير لافارين طيب والبيض يطيب صافي كتعقم يعني خاص توصل 100 درجه يعني داك الشيء كلشي كيتعقم الفران خصو يكون سخون 180 درجه 180 درجه من بعد ندخلوا هذوك لي غامكان زعما قلنا عادي ما كاين لا باماغي ولا والو عادي ما يحتاجش خليهم شحال ديال الوقت في الفران هذا هو المهم دابا راه من 6 دقائق حتى ل 10 دقائق ما تيباسيوهاش عينكم على المكان احسن راه شي تعطيو غير 6 دقائق في 180 درجه وتخرجوه ماشي مشكل كولو فهمتيني ما كاين حتى مشكل 8 دقائق مزيان عطيتي 10 دقائق الفواش كيطرى كيولي بحال انكيك كي اللي عنده الفكره ديالو تاكل كوبا باقي ما طابتش من الداخل اي باقا جاريه لا خضرة لا خضرة هذيك خضرة هذيك خضرة هذيك خضرة ملي كنقولوا حنا خضرة ملي كنشوفوا النسبة ديال الدقيق مرتفعة بزاف يعني كتكون تقريبا واحد 300 غرام ربع ديال الدقيق والدقيق خاصو يطيب خاصو يطيب والبيض هو خاصو يطيب فهمتيني وكتكون لا ليفيغ شيميك اللي واعرة اللي خاصها حتى هي سميتو شنو نقولوا ايفابوريزا تمشي من الكيك فهمتيني الغاز ديالي يطرح يقول برا هذيك تما صعيب اما هنا عندك واحد عندك ان ديسير اللي اصلا سوفي غير تحط في درجه فوق 100 ويخرج صافي ما تخافش منه
ما تخافش منه ما تخافش منه شنو هو اللي واعر هو حتى الا نهضروا تقنيا راه الناس الاوروبيين كيكون عندهم لا سوند ان ترمومتر ان ترمومتر دو كويسون نورمالمون راه في لي فيوند وفي لي بولي وكل شيء كيقول لك ملي كتدخلوا في الفران كتشوف لا تمبيراتور اكور شحال واصله لداخل كتخشي لا تمبيراتور الا وصلت لك داك 70% الدجاجه تحمرات ولا طاب وكل شيء وكتقلد كتدخل لا كورب لا سوند لداخل وكتعطيك واحد لا تمبيراتور ديال 70 راه ما طابش فهمتيني راه ما طابش وخيبك الحم طاب ولكن داخل كيعطيك لا تمبيراتور اكور خاصها تكون 100 دوغري يعني راه حنا الامور تقنيه هادشي ما عندناش متوفر حنا ما عندناش فوالا حنا كنخاطبوا مع سيدات ديال الكوزينه ديالهم انا كنت حامل المسؤوليه ديال خضراء ليكيك ليكيك ملي كيجيك ان كيك عادي خضر من داخل المطبخ يعني لا تمبيراتور الحراره ما وصلتش لو كور ديال التحضير يعني كيبقى خضر حنا خلينا 7 دقائق شاف اسماعيل خرجنا وي شو المرحله اللي غنديروا من بعد صافي المرحله جد سهله في هذيك البلاصه فاش تخرجوا خلي برد شويه باش ما يحرقش لكم صباطكم غتحيدوا لي غامكا غتقلبوا في الناسيات غتحيدوا داك البابي كويسون هذاك الكيسات اللي كتلصقش صافي دي ديكور اون فرامبواز هنايا ان تي بو دو سكر كلاص من الفوق اون اسيت ديكوري تكون مرات فنان في الديكوراسيون اللي بغات وتحطها كوم ديسير هو بوحدو كافي يعني ما يحتاجوش نزوقو ولا نزيدو عليه لا هي هو كيتقطع سي ان بلا غاسترونو ماشي ان ديسير اللي كيتباع في كوميرسياليزي بزاف مي هو دابا كاين شي حاجه تاخذو بالكانا ودير ليه دير ليه نظام هذاك لي فوي دامون ديال النعناع ديال لامون لا مونط من الفوق فنان كيما بغيتي الفخوي غوج واحد الكولي ديال 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 الفرومبواز من الفوق لا كونفيتور حتى هي من الفوق دو فريز من احسن هو الفوندوشون كيمشي مع لي فخوي غوج ولا ما بغيتوش صوبوا اون كريم انجليز تحطوها من الفوق حتى هي كتمشي امي غاغاي مع مع كلاص 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 على فاني لا فاني كتمشي تواتا مع كلاص على فاني كتمشي مع دونك هو كيمشي مع كل شيء دونك كما قلت لكم السر ديال النجاح دونك في لاكويسون ما بين تحسبوا 6 8 دقائق بارك عليه الناس اللي كيقول لك لا انا بغيتو شويه يكون شاد في راسو حسب 10 دقائق وحبس عليه 10 دقائق فو با ديباسي هاد 10 مينوت واخا حنا دابا عطينا الفوندون ديالنا الطريقه الكلاسيكيه وي يبداوها الفرنسيين قلنا ماشي مشكل حنا هادشي كله زوين وبنين وما عندنا عليه اعتراض هنا فضولنا بغينا نعرفوا اللمسه المغربيه ولا المغاربيه شنو درتي لها ك اللمسه المغربيه دونك هذه روسيت كتغير كومبليتمون على لا روسيت الاولى كتغير حتى لوكو مذاق لا المذاق لا المذاق يتغير كتغير كل واحد المغياج ما بين هاد الماده اللي غنقول لكم ما بين الشوكولا كيتواتاو مزيان فهمتيني خطر مذاق خطير حاجه يعني انا هذه كتحط في لوغام كان نيشان يعني ما كنقلبوهاش كناكلوها من في لوغام يعني في التقديم ما نسبيوها نحطوها في الاناء ديالنا في لوغام كان ديالنا ونقدموها تحطوها في لوغام كان وكتاكلها بلا كويير ديريكتومون ما تحتاجش تقلبها ما تحتاجش شنو طون بورتون يكون عندنا قد الزبده قد الشوكولا قد السكر فوالا قياس واحد باش ما ندخلش فوالا قد نعطيك يعني من خمسة البيضات 200 غرام ديال الزبده 200 غرام ديال الشوكولا نوار ديما نوار بالنسبه ديال الكاكاو هذه المره ما تكونش 72 تكون 55% 55 علاش غنقول لكم علاش من بعد حيت الماده اللي غنزيد ما خاصهاش الشوكولات غير خاص يكون حتى هما طون بورتون حتى هما قد غتاخذوا ديال 55% ديال نسبه الكاكاو وتاخذوا 200 غرام ديال السكر 200 غرام ديال السكر تقول لي علاش 200 غرام ديال السكر في الاولى درنا 150 شو جاتني السكر زايد انا نقول لكم الماده الثانيه اللي غادي الحاجه الاجابه ديالها عند كوتش اسماعيل هنا عندنا درنا هنايا في الوصفه الثانيه 20 غرام ديال الدقيق السيتو اييه الاولى درنا 70 علاش حيت هذه كتكال غادي تجيكم بحال واحد الديسر بحال الفلون هي ما كتشبهش الفوندون مي استان فلون فوندون شوكولا كيشبه الفلون واخا كيشبه المذاق ديال الفلون هو علاش كيتكال في اللغه في اللغه مكان ديالو ما غاديش يتقلب فوالا حيت ما عندهاش مسكين هادي ما ترى عندهم شحال 20 غرام ديال الدقيق ماشي بزاف الدقيق الابيض فوالا هادشي اللي كاين دونك هنا غتحتاجوا واحد من معلقه صغيره عامره حتى المعلقه كبيره ديال الهريسه تاع
مكررا. اذا هذا هو المكون اللي كنتكلموا عليه. الهريسه ما نخافوش منها. الهريسه بالشوكولات كاين شي واحد يقول لك اش بالمذاق تعطي المكسيك راه كيموتوا على الشوكولا بالبيمون. كتمشي تشري الشوكولا في المكسيك ولا كيجي في لا فرانس الناس اللي كاين في لا فرانس حتى هنا مت في لي غون سورفاس راه كتدخل في لي ريون كيبان لك الشوكولا نوار بلي بيمون. شنو المذاق اللي غادي يكون طاغي ديال الهريسه ولا ديال الشوكولات؟ غيكون متوازي. غيتكون متوازي علاش؟ حيت حنا درنا 55% ديال الكاكاو والهريسه. من الاحسن تاخذوا الهريسه على الطريقه التونسيه ماشي على الطريقه المغربيه. راه كتبان يعني ماشي الهريسه ديالنا ديال المغرب. الطريقه حيت الهريسه الطريقه التونسيه هي واحد لا بيغي ديال لي بيمون. حنا ديالنا هنا حتى هي بيغي دي بيمون، كنزيدوا عليها شويه الحامض، كنزيدوا عليها شويه شي امور كتجي محامضه. هذه الطريقه ديال التونسيه كتكون تتكون باط باتوز مزيان. اوكي يكون حتى واحد المذاق، ماشي يكون واحد المذاق فريد في النوع ديالو. الهريسه المغربيه زوينه تقدر تمشي به مثلا لما لقيناش هذه الهريسه. حتى دابا كلشي متوفر. لا كلشي متوفر، لا كلشي. تمشي عند اي عطار ولا اي هذاك تقول لي الهريسه الطريقه التونسيه راه كاينه. بغيتي تجربها في الطريقه المغربيه ما كاين حتى مشكل. غير من الاحسن تكون باتوز، ما يكونش فيها الماء. الماء ما يكونش، حيت الشوكولا ما كتحبش تكون متماسكه شاده في راسها، لان حنا غادي نخلطوها تكون زيتيه هي. ما كتحكي الهريسه ديالنا ما تزيدش زيتيه، ملي كتقيسها كتلقى فيها الماء، كتلقى فيها الماء. اما الهريسه الطريقه التونسيه كتكون زيتيه، كيكون فيها من الدم شويه، وداك الشوكولا كي عزيز عليه حاجه من الدم. يلا هذا اكتشاف، جربوها على اللمسه والطريقه ديال الكوتش ديال الناس. ما كيجيب جديده. لا مهم، انا غير اليوم حيت حاولت نعطي هذا الاسم هذه. انا جلي ديجا ايسي صافي ديما. راه كاين بان نحيي الصديق ديالي وبوشعيب شيف شوكولا، لانه ديجا دار لي تخيف بالهريسه، دونك ديجا غارنياهم بالهريسه من الداخل وجاو رائعين بزاف. دونك نحييو ونسلمو عليه اكيد، هو متابع وفي البرنامج ديالنا في فوالا. حيت ديجا لا فيسا وهاد القضيه ديال لي فوندون بيمونتي راه كاينين، راه ماشي ما كاينينش غير هما كاين بلي بيمون شيلي الشيلي ديال 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 لاميريك لاتين كيكونوا قاصحين بزاف. الو حنا ما حيدناش ما خديناش دوك القاصح بزاف، عطينا الهريسه. والهريسه كتواتى مزيان، كتواتى مع الشوكولا نفس المراحل تهما ولا كاين شي فرق؟ نفس المراحل. دونك كنطلعوا السكر مع البيض حتى يكون عندنا انموس، كندوبوا الزبده مع الشوكولا فوالا، وتما حنت كنزيدوا ديك المعلقه ديال الهريسه. معلقه صغيره حتى المعلقه الكبيره على حسب الذوق. مهم معلقه اللي عنده مع الهريسه وكيبغي الحروره غير معلقه كبيره تهلا في راسو ما كاين حتى مشكل. اللي بغى غير ذاك المذاق ديال الهريسه في الوش يدير معلقه صغيره. معلقه صغيره خلينا في البدايه بعدا نجربوا بعدا معلقه صغيره ونزعم وراه باش ماشي مشكل. دونك كديروا الهريسه مع الشوكولا والزبده حتى كيذوب الزبده ويذوب الشوكولا يذوب مزيان، باش كتزيدوا ديك المعلقه ديال الهريسه وكتحركوا مزيان. دونك كتدخلوا العناصر مع بعضها، الشوكولا والزبده والهريسه مع البيض والسكر اللي طلعتو، كتحركوا مزيان. ابخي كتزيدوا ديك 20 غرام ديال الدقيق، ما بغيتوش الدقيق الناس اللي ما بغاوش الدقيق غيروا 20 غرام ديال النشا صافي. وكتحركوا كتدخلوا في لي غامكان حتى هما كتحسبوا تقريبا. هادو ما كتحسبوش من الدقيق 10 دقائق، 10 دقائق فقط 10 دقائق فوالا. كتسيرفيهم بحال هكا كتحطهم. كاينين لي مكسيكان اللي كيزيدوا الشوكولا لي طابليت الشوكولا، لي طابليت شوف فيهم الطروفه ديال الفلفله حاره حاره. كاينين تقدروا ملي تخشوا هادو تزيدوا دوك، راه كيتباعوا في لي كون سوفاس. بحال غابيل ولا تذكير انه رحنا لداخل مدايرين الهريسه مثلا نوع من التزيين فوالا. تقدروا كاع تشدوا السودانيه بحال هكا تقشيوها مزيان وتحطوها من الفوق فوالا. هذا الوقت اللي كيكون كيزعم على الحرب صراحه ما كيقدرش يزعم. الحار كيمشي مع الشوكولا كيمشي اميرفي كيمشي مزيان كيمشي زوين. شكرا لك شيف اسماعيل، فعلا اليوم جبتينا جوج افكار ديال الفوندون والشوكولا. الناس اللي كيعشقوا هاد المذاقات اليوم حنا الحمد لله كنتي سخي معاهم اليوم، عطيتهم جوج افكار نوع ما بين العادي التقليدي وما بين كذلك اللمسه الجديده ديال لمسه الحار على الطريقه التونسيه. نحيو اكيد كل المغاربه واللي كيتابعونا وكذلك جاريتنا بطبيعه الحال اللي كتسمعنا فئه كبيره بزاف كتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك فلا اللي ختموا علينا. شكرا اسماعيل، شكرا. غير قبل ما نختمو بغيت غير باش نقول حيت كانت توصل برسائل كثيره دونك عندي في الجروب. دونك كيقول لك شنو الفرق ما بين الطبخ العالمي والطبخ المغربي؟ كنقول لا، الطبخ العالمي هو الطبخ ديال العالم كله، والمغربي راه داخل من الطبخ العالمي، هو راه داخل مع الطبخ، ما كاينش فرق. انا عندي كلشي طبخ عالمي. خليتها نقول هو فن كبير وبلا حدود. الله يخليك شاف، شكرا جزيلا لك، بقيه يوم طيب وممتع. شكرا لكم انتم مستمعينا مشاهدينا كذلك اللي كنتم معنا.